الأستاذ الحسن زهور، أهلا وسهلا بك معنا في كاتب وكتاب عبر ميديا. بارك الله فيك أستاذة، وشكرا على هذا البرنامج الثقافي، وشكرا للإذاعة على هذا الاهتمام بالثقافة المغربية. شكرا لك. وطبعا الثقافة المغربية والأدب المغربي متنوع، ومنه الأدب الأمازيغي، وكتابك أستاذ الحسن بعنوان الأدب الأمازيغي الحديث بالمغرب، النشأة 1967-2000. في هذا الكتاب أستاذ الحسن إضاءة على فترة مهمة من تاريخ الأدب الحديث المكتوب بالأمازيغية. هذه الفترة التي تعتبر تأسيسية، ما الذي ميزها؟ عندما نتحدث عن الأدب المغربي المكتوب بالأمازيغية، خصوصا الأدب الحديث، سنحاول أولا نتحدث عن أو التذكير بالكتابة بالأمازيغية. الكتابة بالأمازيغية في المغرب لم تنقطع قط، والدليل على ذلك أولا النقوش الصخرية بتفينا، وثانيا كتابات المؤرخين القدماء منهم الحسن والزاني، وإضافة إلى ما كتبه المختار السوسي حول الخزانات السوسية والخزانات المغربية، كبعض الكثير من الكتب، ولكن مع الأسف الكثير منها أحرق أو أتلف. إضافة إلى أن الكتب التي وصلتنا الآن هي كتاب في المعجم الأمازيغي، عربي أمازيغي، من عهد الموحدين، هو معجم ابن كنار. إضافة إلى الكتب التي وصلتنا من القرن السادس عشر، القرن السابع عشر، أي في عهد السعديين، وصلتنا بعض هذه الكتب. هذه الكتب تقريبا ذكرها المختار السوسي في المعسول. إذا نأتي الآن إلى الأدب الحديث، سؤالك أستاذتي. نعم. عندما نقول الأدب الحديث، نحن نتحدث عن الأجناس الأدبية الحديثة، منها القصة، المقالة، الرواية، المسرح إلى آخره. هذه الأجناس الأدبية لم تظهر إلا مع الحركة الثقافية الأمازيغية، أي بعد السبعينات مع ظهور الحركة الثقافية الأمازيغية. أما الأدب المكتوب القديم فكان أغلبه دينيا، كتبوا الفقهاء كما قلت، وتركوا لنا بعض المصنفات، لا في الجانب الديني، لا في الجانب علم الفلك، لا في الجانب الأدوية والطب. نعم. إذا عندما نتحدث عن الأدب الحديث، نتحدث عن الأدب بمعنى الأجناس الأدبية التي عرفها الآن الأدب الأمازيغي المكتوب. نعم. وهذه الأجناس مع الحركة الثقافية. نعم. وهذه الأجناس الأدبية تطرقت إليها في كتابك أستاذ الحسن بتفصيل، أشرت إلى الشعر وإلى الدواوين، إلى الرواية الأمازيغية، وأيضا إلى القصة. واللافت بحسب ما جاء في كتابك أن الأدب الأمازيغي ربما وجد طريقه للنشر عبر المنابر الإعلامية. نعم، أولا الأدب الحديث كما قلت مرتبط بالحركة الثقافية الأمازيغية، ومرتبط كذلك بالانفتاح في العهد الجديد. إذا من 2000 كنسميو العهد الجديد لأن فيه الجدة في جميع الميادين، من المسألة الثقافية. نعم. بالنسبة للسبعينات فعلا كانت الحركة التأليف كانت ضعيفة، أولا لأن الظروف أنذاك السياسية الثقافية الإيديولوجية كانت غير ملائمة للكتاب الأمازيغية، لأن المغرب طوى تلك الفترة في جميع الميادين. هنا يبقى لنا تبقى الجمعيات الثقافية هي التي تبنت نشر هذا التأليف، منها جمعية البحث والتبادل الثقافي كأول جمعية للتأسس 1967، منها الجمعية الجديدة وتسمى الآن جمعية التماينوت، ومنها جمعية الانطلاقة بالناظور، إلى غير ذلك من الجميع، ومنها الجمعيات الصيفية. إذا كل هذه الجمعيات هي التي تبنت النشر. في السبعينات سنجد بعض مثلا الدواوين الشعرية ديال محمد المستاوي، الشعر الكبير، كذلك بعض الديوان الجماعي التي أصدرته جمعية البحث والتبادل الثقافي عنوان لموزار. كان هناك أيضا ديوان جماعي لأمانار. يا نعم، هذا هو أول ديوان في 68، جاء بعد تأسيس جمعية البحث والتبادل الثقافي، بمعنى أول جمعية تعتني بالثقافة الأمازيغية والهوية الأمازيغية في المغرب. نعم. 68 جاء، ذكرتني بهذا الديوان. نعم.
هو جمع فيه أشعار الشعراء، سواء الروايس أو سواء الروايس غالبا، وهي أشعار في المستوى الثقافي وفي المستوى الفني. الراحل محمد أمزال ساعدته مهنته في الإذاعة الوطنية الأمازيغية آنذاك في جمع الأشعار. نعم، بمعنى كان ملما بالميدان. تأتي فترة الثمانينات، فترة الثمانينات هنا ستبدأ بعض الأجناس الأدبية الجديدة، منها المسرح مع مسرحية صافي مومد علي، الأستاذ صافي مومد علي وستان بردني وأيام الأيام الباردة، ثم مع القصة القصيرة مع المجموعة القصصية للأستاذ محمد إيد بالقاسم سنة 1988، إمارين، بعنوان إمارين. نعم، هي البداية الآن للأجناس الأدبية. الأستاذ الحسن إيد بالقاسم الذي كتب الشعر كذلك. نعم، هو كتب الشعر. نعم، له ديوان، له تسليت، ربما ديوانين، ديوان أول تسليت أنظار. صحيح، فعلا له إلمامة بهذا الجانب الشعري. ولكن 88 أسس للجنس القصة القصيرة في الأدب الأمازيغي الحديث. بخصوص الشعر، ما ذكرتني بالشعر، الشعر مع الراحل علي أزيكو هو تقريبا يعتبر إلى الآن رائد الشعر الحديث بالأمازيغية في المغرب. نعم، صاحب ديوان تيميتار. تيميتار، إذا رجعنا إلى تيميتار فيه بعض القصائد تعود إلى الستينات، 65، 66، 67، بمعنى أن هذه القصائد، أن تحديث الشعر الأمازيغي لم يبدأ في الثمانينات، وإنما بدأ منذ الستينات. نعم، طيب، مع الراحل علي أزيكو. نعم، طيب، سؤال أنت طرحته في كتابك أستاذ الحسن زهور، وهو لماذا تأخر الجنس الروائي الأمازيغي مقارنة مع القصة الأمازيغية؟ نعم، إذن أولا بالنسبة للقصة الأمازيغية لها أسس أولا تراثية تتجلى في الحكايات وفي الأساطير الأمازيغية، والدارس الحكايات والأساطير الأمازيغية سيجد بأن أكثر الشعوب تأليفا ولا إبداعا في الأساطير والحكايات هو الشعب المغربي. هذا لمن يريد الرجوع للمقارنة مع أساطير النحل، مع أساطير روسيا أو أساطير فرنسا، سيجدنا أكثر غنى إنتاجا في الأساطير. هذه الأساطير هي التي أعطتنا تم تدوينها أولا من طرف المستمزغين. بعد المستمزغين بدأت الحركة الثقافية منذ بداية السبعينات في تدوين هذه الحكايات. وهذه الحكايات رغم أن القصة القصيرة الحديثة هي جنس أدبي خاص، أقول لا علاقة، ماشي لا علاقة، ولكن له صلات خفيفة جدا أو صلات خفيفة جدا مع الحكاية. الحكاية شيء والصورة شيء، والقصة القصيرة شيء آخر. هنا هذا هو السر، الانتقال مثلا من بداية القصة القصيرة، ثم القصة القصيرة هي قصيرة مقارنة مع الرواية. الرواية هي الحياة، والحياة تتطلب مثلا تجارب، تتطلب أسلوب، تتطلب مثلا نص طويل، وهذا النص طويل لا تستطيع آنذاك اللغة الأمازيغية في بداية تدوين السبعين ثمانينات أن تنتقل إلى هذه المرحلة. لذلك سنجد الرواية لن تنشر إلا تقريبا، لن تبدأ إلا مع تقريبا 94، ونشرت عبر في مجلة تفاوت، عبر حلقات في مجلة تفاوت، عبر أعداد وحلقاتها. لماذا؟ لأن حتى الظروف النشر عندك والظروف لا تسمح بنشر الأدب الأمازيغي وخصوصا الرواية. ثم يأتي محمد الشاشة في هولندا، سيكتب تقريبا 97 أو 78 الرواية الثانية أو الأولى المنشورة. نعم. ثم فيما بعد في سوس 2002 هنا بداية الرواية والتأسيس مع السي محمد أكوناط، مع أفولاي هنا. الآن السراسل في سوس بمفرد تقريبا 80 رواية. نعم. أثرت منها رابطة السر للكتاب الأمازيغية تقريبا 48 رواية إبداعية. نعم، إبداعية إلى الآن. عموما أستاذ الحسن، كتابك غني جدا، سواء بالنظر للمعلومات التي تضمنها بخصوص الأدب الأمازيغي وهذه المرحلة التأسيسية، وأيضا بخصوص المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها وهي كثيرة جدا. وفي خاتمة هذا الكتاب وجهت دعوة لدراسة هذه المرحلة، مرحلة النشأة
النشأة وجمع النصوص المنشورة في هذه الفترة، وأغلبها كما قلنا مبثوثة في الجرائد والمجلات والدوريات الأمازيغية. هل من صدى لهذه الدعوة؟ نعم، الصدى التي كان لهذه الدعوة هو أن رابطة تيرا للكتاب الأمازيغية ستصدر قريبا بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كتاب يجمع هذه النصوص القصصية القصيرة التي تعتبر أنا في نظري هي النصوص تأسيس القصة القصيرة ابتداء من 1990 91 92 إلى 94 لمحمد الفرخسي، محمد يسوس، أفولاي، الكثير من الشباب تلك المرحلة الذين أصبحوا الآن أكبر كتاب في الأدب الأمازيغي حاليا. نعم، شكرا على جهدك في التوثيق للأدب الأمازيغي أستاذ الحسن زهور، وشكرا لوجودك معنا اليوم في كاتب وكتاب. أشكرك كثيرا أستاذة، أشكر برنامجك الشيق لأن ما حوجنا إلى هذه البرامج الثقافية. شكرا لك. أشكر الإذاعة كذلك على هذه الفرصة لتقريب الثقافة المغربية بوجه العربي والأمازيغي للمواطنين. شكرا لك أستاذ الحسن زهور. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.